وانضم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية مفدنا إلى ديار المقدسة الزميل علي الحاج. حاج مبرور علي، بداية كيف جرى النفير اليوم؟ نعم، كل عام وانت بخير سعيد. أنا الآن أتواجد تحديدا في خلفي يقع جسر الجمرات، وكما تشاهدون هنالك عدد من الحجاج ما زالوا يرمون جمرة العقبة ويتهيئون فجر هذا اليوم إلى رمي الجمرة الكبرى والوسطى والجمرة الصغرى. هنا في منى الأجواء تسير في بانسيابية عالية، هنالك خدمات مقدمة من قبل يعني السلطات السعودية، السلطات الخدمية والسلطات الأمنية، وبالتالي هنالك إجراءات متخذة وهنالك توصيات من قبل المختصين هنا في المملكة العربية السعودية، توصي الحجاج بعدم التزاحم وعدم تسلق الأماكن المرتفعة وعدم حمل الأمتعة أثناء تأدية المشاعر أو رمي الجمرات يوم غد الصباح. نعم، كل عام وأنت بخير علي. يعني هناك نجاح ملحوظ كما هو المعتاد بالأغلب للسلطات السعودية في تفويج الحجاج من عرفات إلى منى إلى مزدلفة. دعنا أكثر في هذه الأجواء تحديدا. نعم، يعني السلطات السعودية أعلنت صباح هذا اليوم نجاح خطة التفويج من مكة إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن ثم إلى مشعر منى. أكثر من 100,000 عنصر أمني يشارك في بحماية الحجاج المتواجدين الآن في منى بأكثر من 2,000,000 حاج تقريبا حسب الأرقام التي يعني التي أعطتها السلطات السعودية. إضافة لهذا الشأن، هنالك إجراءات خدمية وصحية، وهنالك فرق دفاع مدني، وهنالك خدمات تقدم على قدم وساق من قبل السلطات هنا للحجيج على من شتى بقاع الأرض دون تمييز ودون أي تفرقة. طب علي، ما هو وضع الحجاج بشكل عام لهذا العام، ووضع الحجاج العراقيين بصورة خاصة؟ نعم سعيد، يعني لحد الآن لم يسجل أي حالة تعكر صفو الحجيج أثناء تأدية المناسك. الأمور والحجيج يعني ينفرون من مكان إلى آخر وسط انسيابية عالية، ناهيك عن الإجراءات الخدمية والأمنية المقدمة لهم. إضافة يعني الحجاج العراقيين حالهم كحال الحجاج من باقي الدول العراقية، العفو، من دول العالم. هيئة الحج والعمرة العراقية أعلنت اليوم نجاح تفويج أكثر من 40,000 حاج عراقي من في المشاعر المقدسة دون أي يعني تطرق إلى مواضيع تعكر صفو الحجاج العراقيين وباقي الدول العالمية والعربية. متى تبدأ رحلات العودة للحجاج؟ علي، يعني هناك بعض الحجاج الذين يختصرون رمي الجمرات في يوم واحد، هل بدأت رحلات العودة؟ متى ستبدأ أيضا رحلات العودة بالنسبة للحجاج؟ نعم شيرين، أنا الصوت لم يصلني بشكل صحيح، لكن الحجاج كما أسلفت سابقا اليوم رموا جمرة العقبة في خلفي في مشعر منى، وغدا يتهيئون إلى رمي الجمرات، الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغيرة، ومن ثم يوم غدا يعني بعد يوم غد الأحد أيضا سيرمون الجمرات اللي هي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، ومن ثم من يريد أن يعجل فله ذلك، ومن يريد أن يبقى فله يوم ثالث إن شاء الله. طب ما المختلف هذا العام؟ سمعنا عن حوالي بالنسبة لعدد الحجيج زاد حوالي 500,000 حاج عن العام المنصرم، ما مدى صحة ذلك؟
يعني لحد يعني السلطات السعوديه نعم اعلنت انها زادت عدد الحجاج في هذا العام، ويعني ماخذ بالحسبان وضع الحجاج يعني الكثر في هذا العام، وبالتالي هنالك تقديم خدمات كما اسلفنا سابقا خدمات صحيه وامنيه وخدميه للحجيج، ولحد الان لم يسجل اي موضوع خطير يعني يمس الحجاج اثناء تاديتهم المناسك. القوات الامنيه والسلطات المعنيه في المملكه العربيه السعوديه اكدت انها تواجه اي خطر او اي حاله طارئه خلال هذا العام بكل اريحيه وكل انسيابيه، وهنالك تحضيرات من قبل الامانه في مكه المكرمه. طيب علي، على الصعيد الشخصي يعني سؤال نبتعد به قليلا عن الأجواء الرسمية، على الصعيد الشخصي هل هذه المرة الأولى التي تذهب بها للحج؟ كيف يعني قيمت شخصيا هذه المسألة؟ عفوا الصوت متقطع، لم أسمع السؤال بشكل جيد. سألتك على الصعيد الشخصي، يعني صف لنا هذه التجربة. نعم زميلتي شيرين، أنا يعني هذه التجربة الثانية لي في الحج بعد أن أديت الحج في عام 2012 مع زملاء في قناة الشرقية نيوز. يعني اكيد لكل مسلم يحلم ان يقف في هذه المشاعر المقدسه، لا سيما انها ايام مباركه وايام ايمانيه وهنالك مشاعر طاهره. يعني الحجاج ونحن من ضمنهم يعني لم يفارقنا الدعاء، ومحيانا يعني لم يخلو من الدموع ابتهاجا وسرورا بقدوم هذه الايام المباركه التي يتمناها كل حاج. طيب علي، هل من تسهيلات عراقية للحجاج العراقيين تمهيدا لرحلة العودة؟ نعم، يعني كما أسلف سابقا هنالك تنسيق عالي بين السلطات السعودية وبين هيئة الحج والعمرة العراقية. الحجاج العراقيين أتوا من مكة إلى عرفة وإلى مزدلفة ومن ثم إلى مشاعر منى، أكثر من 40,000 حاج وسط انسيابية وحركة سير عالية، وبالتالي لم يسجل أي حالة خطر لدى الحجاج العراقيين وباقي الحجاج من العرب والأجانب. أبرز الدعوات والتمنيات بالنسبة للحجاج العراقيين على ماذا تركزت من خلال لقائك بهم أثناء مراسم الحج علي؟ نعم، يعني فريق الشرقية نيوز تواجد مع الحجاج منذ وصولهم إلى المدينة المنورة ومن ثم إلى مكة ومن ثم إلى المشاعر المقدسة. هنالك دعوات من قبل الحجاج العراقيين والحجاج العرب والأجانب أن يمنوا الأمن والأمان على العالم الإسلامي وعلى العالم العربي وخصوصا الشعب العراقي. هنالك دعوات للعراق ودعوات إلى دعوات شخصية من قبل الحجاج أن يحفظ الأهل ويحفظ الأصدقاء ويحفظ الأبناء. طيب علي، يعني كيف تكون الأجواء عموما خلال فترة الصباح أو خلال فترة بعد الظهر أو خلال الفترة المسائية؟ كيف هو المشهد برمته خلال أداء المناسك؟ الزحام أين يتركز مثلا؟ الأعداد، عملية التوجيه بالنسبة للحجاج كيف تصل لهم؟ نعم سعيد، يعني قلت لحضرتك قبل قليل 2,000,000 حاج ليس بالعدد القليل، وبالتالي يعني اكيد عندما يكون مكان الحج في عرفه اكيد راح تكون هنالك يعني عدد كبير، وعندما يكون في مزدلفه وكذلك في منى هنالك اعداد كبيره من الحجاج، وبالتالي يعني كما اسلفت لم يسجل اي وضع امني يعكر صف الحجيج اثناء تاديتهم المناسك. الزحام اين يتركز علي تحديدا؟ في الفتره الصباحيه بعد الظهر في المساء؟
من خلال المتابعة ومن خلال تواجدك هناك؟ صوت ما طيب، الفترة الزحام أين تتركز؟ خلال الصباح أم بعد الظهر أم خلال فترة المساء؟ الإرشادات كيف تصل إلى الحجاج إن كنت تسمعني، حفاظا على سلامتهم إن كنت تسمعني عليه؟ نعم سعيد، يعني اليوم يعني درجة الحرارة سجلت أكثر من 42 مئوية مع رطوبة في الجو وغائمة جزئيا، وبالتالي حاليا يعني الجو أو درجة الحرارة وصلت إلى 30%، فشيء طبيعي أن الحجاج يفضلون تأدية المناسك أو رمي الجمرات كما ترون من خلفي أعداد ليست بالقليلة تؤدي رمي الجمرة الكبرى عند الليل، لا سيما ان الجو يكون اكثر بروده من النهار، خصوصا وان هنالك توصيات للحجاج من قبل السلطات السعوديه ان يسلكوا الطرق الصحيحه اثناء تأدية المناسك وعدم التواجد في الاماكن غير المرخصه. طيب علي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك هل تختلف الأجواء في الديار المقدسة؟ كيف تتبادلون التهاني؟ نعم شيرين، إضافة إلى تبادل التبريكات والأمور التي تخص الحجيج أثناء تأدية المناسك، هنالك يعني يصادف يوم العيد هو إضافة إلى الحاج، وهنالك تبادل بين الأهل والأصدقاء والحجاج فيما بينهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التليفونات المسجات أو من خلال وجه لوجه. أكيد هي الأجواء أجواء إيمانية مباركة، وهنالك أجواء وهنالك فرحة ارتسمت على وجوه الحجيج أثناء تأدية تلك المناسك، لا سيما أن هذه الأيام هي أيام مباركة، وبالتالي لكل مسلم يحلم أن يكون يتواجد في هذا المكان المبارك. طب هل من تسهيلات جديدة من ناحية السلطات السعودية؟ نتحدث عن شق طرقات جديدة، جسور جديدة، أبنية جديدة، نتحدث هنا عن المجال الخدمي من ناحية بناء فنادق أو مطاعم أو تسهيلات للحجاج هذا العام بشكل خاص؟ نعم، تحدثت السلطات السعودية عن فتح جسور إضافية خلال هذا العام، إضافة إلى وجود فنادق تستوعب عدد الحجيج في هذه السنة، إضافة إلى القطار المشاعر الذي يستوعب أكثر من 100,000 حاج بالساعة، وبالتالي هنالك حركة سير واسعة لدى الحجاج، وهنالك أيضا يعني إجراءات متخذة من قبل السلطات، إجراءات خدمية تسهل تفويج الحجيج من مشعر إلى آخر ومن ثم إلى الحرم المكي الشريف. وهنا الأخوان يعني يطلبون منا إنهاء البث باعتبار الوقت انتهى لقناتنا. مراسل شرقية نيوز وموفد شرقية نيوز إلى الديار المقدس الزميل علي الحاج، شكرا لهذه الإفادة، شكرا لك.